فقعد كل هالكويت بالنادي مالكم. فاول مره وراي صار لك سنه تلعب ونفس ما انت ما تغيرت. قلت الفيديو اطلع ما اكمل اطلع. ف شوف الحين يمكن هو قاعد يعطيك على قولتهم دفعه اقوى يعني. خليني اطلع يعني شوفني طالع ما ناديني اكمل. والله شيء نبلش بالتمرين وحالته حاله. يمر عليه مخرجنا يقول له شنو هذا؟ صدقك؟ اقول صار لك سنه قاعد تمرن للحكي هذا يهد التمرين ويهد النادي. يمكن حتغير ناديه صح؟ غيرت النادي؟ لا 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 لا. زين خالد بما ان حاشتنا هذه اي الاغنيه هذه انا مو قادر انطقها حتى انا ما اعرف. انت تبي تكلمنا عنها همبرجر تشيلي همبرجتي شنو اسمها؟ همبرجر همبرجتي همبرجتي اوكي. هذه مو اغنيه يعني هذه وترى ضربت معك بالسار اكاديمي. ضربت عند محمد حداد بس هو الوحيد اللي وما يروح تكفى غير همبرجر. انا يعني بالسار اكاديمي يعني افي كذي قاعد يعني كذي بالبيت. السار اكاديمي احنا ما نحس يعني كنا بالبيت يعني مو طالعين هوا فاغنيها ونضحك وهذا. ف شنو كلامها؟ الحين اقول استاذ يعطيك مقدمه هو همبرجتي. فلما عندنا حصه اسمها نايت فكان توصلني مسجات من برا نقرا مسجات الجمهور فبليز خالد غن همبرجتي. شنو غن همبرجتي؟ اوه هذه يعرفونها شلون عرفوها؟ فغنيتها. فمره هم جاني اتصال من الكويت شلت حمود اخوي يقول لي الاغنيه يغنونها هني. شلون يغنونها؟ فخلاص صرت اركز عليها. اوكي. فلما رديت الكويتي مو اغنيه يعني دقوا علي كويت في ام قالوا عندنا برنامج اسمه رمضانيات حق رمضان. اوكي. نبيها مقدمه تقدر تسوي لنا اياها؟ قلت لهم حاضر. فسويت لهم مقدمه. فهي مو اغنيه مو سنجل مو اغنيه ولا منزل البوم كذي وهمبرجتي. لا لا عادي يعني. سمعنا مقطع منها. زين سمعنا اياها نبي نسمعها قبل لا نطلع. ايوه يلا زين. ايه حاضر. انا بعد مايك؟ ما تبي مايك هذا ترى فكره هذا حق همبرجتي. بس. ما يخالف. انا يلا. بس لحظة قبل شوف طالع الكاميرا هناك شوف. ترى هي الكاميرا مو خفية انت هني بالبرنامج قادر. يلا. همبرجتي يا شمعة تضوي معدتي همبرجة كبيرة واحباب الحيل في كاتشب مايونيز ولا واللي ما ياكلك لا ما في خير. الله عليك. واللي ما في خير الهمبرجته لا ما في خير لديرته. والله ديرته همبرجتي. هلا ان شاء الله. واو ما اقدر والله. همبرجتي هي بلشت فاتحه خير علينا. بس انا ترى على فكره انا ما ابي همبرجتي. انا ابي الاغنيه الهيتس اللي الناس كلها قاعد تتكلم عنها الحين. الاغنيه اللي انا وين ما اروح قاعد اسمعها. مجنون. ليش شو اسمه؟ يلا اوكي شنو نقول؟ دائما مجنون يغنيها الحين ويغنيها بالنهايه بعد. خلاص اوكي. شو تقول انت يا مينون انا حبك بينون والناس كلهم يدرون اني ابي قربك عني انا من تروح تزيد الامي جروح تخليني حيل انوح ارتاح انا بقربك. شو تقول انت يا مينون بعدك عني ما يهون وانا لا ما اخون لاني انا احبك. شو تقول انت يا مينون بعدك عني ما يهون وانا لا ما اخون لاني انا احبك. الله عليك الله عليك. يعني فرق بين همبرجر تتي وايش تقول بعدين يا مينون. اغنيه مينون ترى اغنيه مينون ما ادري انا ما افقه بالاغاني يعني بس احس يبي لها نفس طويل يعني النفس مالها مو سهل. هذا افقه تصدق بتدور. ما افقه انا لا افقه بتدور. تصدق الاغنيه وايد حلوه ايه وشيء يعني انه يدخل القلب. وانت الحلو ان الحين احنا بالوقت شنو قلت لك نبي اغنيه تكون مسموعه بنفس الوقت تدخل القلب وسريع. نقازي ليش هاج ميمي؟ برافو عليك. طيب من رايكم خلونا نريح شوي نطلع فاصل صغير نرجع معاكم. يلا خل نريح حطوا شمعة. ردينا لكم من عقب الفاصل. طبعا معنا ضيف متميز خالد بصخر فنان ومذيع وممثل لاعب كرة ولاعب كرة وما شاء الله في كل المتميزات اللي نبيها بالشاب. خلص المميزات والله ما كلام صار مسكين يقول لك قاعد اروح النادي وقاعد يحبط بالنادي. اي بالفاصل شوفوا عليه بالعافية خالد برد معاك. انا بتكلم يعني
دشينا بستار اكاديمي وايد وهالاشياء اتوقع انك مليت منها. لا بس ما احب اتكلم عن البرنامج خلاص. اوكي ما راح انتهى عن ستار اكاديمي خلاص خلص ستار اكاديمي. ابيك تحكي عن مره كنت رايح المطار وكنت ابي تستقبل احد. طبعا عندنا بالشاهد عصفوره تقول لنا كل شيء. سمع عصفوره تشاهد صدق شوفوا شلون يطالع تشوفه يقول عرضه مر علي. فرحت المطار وماسك صوره احد وكنت ابي تستقبله. منو وشنو صار ومتى وليش؟ وايد مسكت صوره لا هاليوم كان متميز. لا تقول لنا وايد كل بس احنا قادرين يعني واقعي. طبعا عادي اثنين رحت حق ربعي طبعا احمد داود عزيز اسود بس محمد جلاد شنو اللي صار؟ انت شنو اللي سامعتها اللي صار؟ انا سمعت من العصفوره بس العصفوره شكلها مو مضبوطه كونت العصفوره العصفوره مو ما تكذب بس هو ما يبي يجاوب. اوكي شنو اللي سمعتيه من العصفوره علشان يقول لك صح ولا لا؟ شنو سويت؟ ماسك صورتك وش سويت لما شفتني؟ طقيتك شقيت صور جراني يقول طقيتك شقيت ما بس قالها خلاص زين اسرار شنو اللي سامعتها انت؟ شنو سويت؟ انك كنت رايح تستقبل احد بالمطار وصار موقف انك انت كنت ماسك صورته وصار وياك موقف هناك قولي ماسك اي لا العصفوره يعني قالت لي نغزه هو قال محمد قال انك طقيت محمد وهو عن محمد اي محمد صار يعني شقت هذا اللوحه وده شدها عصفورتنا محمد ترى هو اللي قايل لنا الموضوع اصلا يعني صارت يعني انت لا عادي يعني هذا من مشتاق له يعني اي مشتاق لي وها وزعل علي يقول انت انا يقول انت انا جيتك انت ما جيتني طبعا فانا بقول لك شيء انا صراحه كنت اتمنى ان انا كنت موجود لو موجود بالكويت عشان ارد لك الموضوع اللي انت سويت لي اياه لانه والله لو شفتوه شايف صورة أكبر من جسمه فيها محمد وأنا انصدمت خلود يعني لا يعني وايد فنانين وايد هذا بس خالد يعني ويا عزوز الأسود ويا وايد حبيبي تستاهل الطيب فهو زعل إنه لما رجع من السهرة أكاديمي عباله إنه محمد زين ما يعرف عندنا بدر الشعيبي طبعا حبيبنا كلنا نعرفه بدر الشعيبي تو كلمني بالفيسبوك قال لي أبيك تسأله إن شنو سالفة الضخامة أنا عصفورتي واحدة بواحدة نادي ونادي يعني كل ما يشوف ضخامة يعني كله يقول لي ضخ يقول لي ضخامة نادي وضخامة وحركات يعني عشان صوت أنا في ناس تلعب حديد فيغير صوتهم يصيرون طبعا يصيرون ضخامة عطى مشهد من اللي بالنادي نشوفه ماشي يا جماعة لا تظلمونا حرام يعني الناس يعني هذول المجسمين قاعد يطنزون على اليد يعني اليد داشين بجسمون يعني انتم انت كنتوا شايف جسمك انت قبل وما شفته؟ شفته يضحك البوم بدايه شوفه شوفه فيضحكون على الفقراء هذول يسوون قاعد يصرخ حرام يعني ما يقدر يشيل يعني خليه يصرخ ايش عليك انت؟ شفت شلون؟ شفت ابو جاسم؟ يطنزون على الناس قصص جناحاتك اليوم انا اقول شغله خلود وهو مسكين نفس ما قال له مخرجنا انه هو لو يقعد 20 سنه لقدام ما راح يعظم اي بس على الاقل مو كل من مر هوا راح له قال ايش فيك انا 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 سوى لي كذي وقال له ايش فيك بروح يتهاوش حتى مع الهوا على ابو مجسم حرام صدق كذي خلوك سوالفك فيهم لضعف هذه سوالفك كذي جسمت يومين قمت تفتر على الناس وتقول لهم ايش فيك لا محمد انا قصدي على المجسمين المجسمين اللي قال لك المجسمين اللي من لا مو انت انا قاعد ادافع روح الباي روح الباي والله شنو اخذت لي ابرتين وراح قاعد كلمك قال لك ان صار لك سنه بالنادي وما يجمع ترى مستانس مني ترى ايدي شلون كانت قبل هذا كانت حط كذي والله العظيم كانت كذي بالضبط كذي يعني ايدي هنا شفت ايدي هنا كانت كذي يعني بالنسبه لك الحين انت انجاز لا والله إيه قاعد اسمع ورب الكعبه بس ما يصير عموما يعطيك العافيه بس ما يصير الاكل والشرب انزين انزين نرد على موضوعنا اليوم الحين انت ما شاء الله عليك تعتبر ترى فنان شامل يمكن انت ترام حرج يا جماعه اي من التواضع يمكن ما تعترف بهالكلمه بس صدق يعني مو اي انسان يقدر يمثل ويغني ويسوي مثلا يسوي اذاعه يقدم برامج يسوي اذاعه يسوي تمثيل يسوي يغني انزين يسوي انا قلت يسوي وتوهقت فحطيتها كلها على وزن يسوي المهم يسوي فيعني كلمنا الحين احنا ندري انه مو كل واحد قادر يسوي هالشيء شلون قاعد توفق بين هذول الاشياء شنو الشيء اللي تنصحه حق الناس اذا يبون يدشون المجال الاعلامي وهم ما يدرون بشنو يقدرون يبدعون لا اذا مثلا في ناس يقولون انا والله ودي يعني مثلا في ناس ما تعرف تغني لا تغني ايوه في ناس ما تعرف تمثل لا تمثل أوكي. في ناس ما قدرت اغلم مع الجمهور على الهواء لا لا يقدم لا يقدم لا يصير مذيع انا طالب ناحيه الموسيقى حلو اقدر اغني اوكي وفي ناس تحب تسمع خالد يغني اوكي في ناس
قبل ستار اكاديمي يحبون يشوفون خالد ممثل لانه كان ممثل صح. بعد ستار اكاديمي في ناس تحب تشوفه مغني صح. فلازم انا اعطي حق الاثنين. مذيع انا مو مذيع انا مو مذيع بمنسي الرحمه مليون السؤال الثاني ألف بي. لا انا مذيع على برنامجي طبيعتي عفوي مع الجمهور والعب وضحك خالد حلو. فانا ما اتقدم او ما قدمت نشره اخبار ما اعرف ما راح اقدر اصلا أوكي. يعني اذا بقدم اخبار حاول تعطينا مقطع اخباري يعني ما يصير حاول يعني الحين الحرب انا راح اضحك يعني اقول مثلا يعني هم هذول الاخبار جد انه يوجد حرب في مش عارف ايش انا اقول في حرب ام صارت يا جماعه خلاص بطل حروب عادي مو يهال قناه اخبار شبابيه هذه راح تصير باسلوبك بالضبط اخبار شبابيه هذه تصير ما يعني عاد والله حلوه فكره اخبار شبابيه ما حتسوى صدق والله الاخبار شبابيه عرفت تجي حرب يا جماعه اخبار شبابيه شوي هدوا ترى في ناس لا مو استعباط اخبار شبابيه صدق فكره إيه؟ حلوه يا جماعه لا احد ياخذها ترى مني انا قلتها إيه؟ اوكي انا قلتها قبلك حقوق الفكره محفوظه عند يعني خالد مصخر بعد يومين نشوف خالد مصخر باحدى القنوات طالع شو يقول يا جماعه اول تم شايفكم قاعد تحاربون بعض كنتوا بالديره الفلانيه اللي هجمتوا على الديره هذه ترى اخوان وربع من قبل كم سنه كذي لحظة بعدين وياكم بجاسم على طاري احنا فاضيين حق الحروب جاسم على طاري احدى القنوات الفضائيه ان شاء الله راح يكون عندك برنامج مميز على احدى القنوات الفضائيه طبعا ان شاء الله برمضان في برنامج اسمه خالد هاوس برنامج سمعت عنه انه مميز تكلمنا عنه اكثر يعني برنامج مسابقات هو اسمه خالد هاوس فكره شبابيه حلوه التسميه ليش خالد هاوس بيتي اوكي المسابقه بسويها ببيتي يعني حتى انا ماني مو معتمد على البارات يعني ما راح اطلع اسئله كني قاعد مع ربع البيت قاعد اسوي له مسابقات هذه هي راح تصير كذي ما راح يكون في اسئله راح يكون في العاب أوكي. يعني مثلا عندك 30 ثانيه احدى الالعاب انت الحين متصل عندك 30 ثانيه ابيك تضحكني اوكي عشان تفوز ابي اضحك مين مستانست حبيت اسمع لك وصل بس لا تحرقها عشان الناس تشارك لا خلي يعطينا شيء حصري حق هذا حصري وهم من ضمن الالعاب اعطيكم لعبه ثانيه بس انه اعطيك هم عندك 30 ثانيه بعطيك خمس كلمات حرقها خمس كلمات بعطيك كلمه مثلا اعطني هذا المقلوب مثلا بقول لك محمد اعطني اعكس لي اياها مثلا اوكي فكل العاب يعني طريقه العاب ما في اسئله يعني بعدت برنامجك على الاشياء التقليديه واللي عندك سؤال تفضل لا 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 لا, لا برمضان ما حد فاضح حق الاسئله الناس ملت اصلا خلاص الناس برمضان تبي وناسه وانا برنامجي الساعه 1 يعني الناس قبل السحور تبي تضحك تبي تستانس تبي تفرفش فوحين عطله ماكو يعني رمضان هذا ما في دوامات فالناس تبي تستانس فشكرا مع اليمعه مع الكسمه زين خالد ابي اسالك سؤال انت مغني ومقدم برامج وبنفس الوقت ممثل ما تحس ان التشعب هذا ممكن يشتت انتباه الشخص؟ لا ايش دعوه؟ انه يقولون مثلا صاحب بالين كذاب او انا ما احب الكلمه صاحب بالين كذاب ما قلتوا على تامر حسني كذاب بالضبط انا مو هالكلمه بعد انا واقف وياك هذاك منو؟ تامر حسني شلون صار تامر حسني؟ لانه تامر حسني بس قبل لا يصير تامر حسني تامر حسني هو موضوع اللي قاله هو موهوب أيوه. هو موهوب يقول لا مو عن هو انا قاعد معاه طبعا يقول لي انا كنت اغني بالجامعه جيتار يجون يضحكون علي ربعي يا عم فلان فليه شنو يعني؟ تامر حسني ترى اخرج اخر كليب باخراجه حلو وهو اللي احنا ما نغر نفسنا بعد بس صاحب بالين كذاب اذا انت مو قادر لا تسوي بالضبط انت مو قادر خلاص لا تسوي يعني انا الحين مثلا مغني وممثل وقعدتني برامج على جوي اسويها بس ما اخرجت كليب لاني مو قادر ولا نزل مسلسل تاليفي لاني مو قادر ما اسوي هذا هو صاحب بالين كذاب شيء انت ما تقدر عليه لا تسوي حلو زين شو تقول حق دام انت قاعد تقول مو قادر لا تسوي قاعد تكررها اكثر من مره هل شايف الحين بالوسط الاعلامي سواء مقدم ولا طبعا في ناس مو قادره تبي تسوي تبي غصب يعني شوف سبحان الله هي كاريزما على الشاشه يعني في ناس مثلت بمسلسلات مسلسل واحد انا في محمد فيه بهالمسلسل محمد ضرب ونفس الادوار بطوله محمد ضرب انا ما ضربت هي كاريزما صح بس في ناس لا انا ما ضربت اسوي شيء ثاني يا اخي مو راضي اروح اخرب على فلان عشان انا خلاص مو راضي انت يقول يا اخي مو راضي خلاص عادي يلا لا الكاريزما ولا حتى الموهبه بالابداع او معلومات مثلا انا ما بخصب حق احد يعني صح. بس في ناس مو قادره يعني في ناس ما تعرف تغني ليش تغني ليش يعني باختصار في ناس تحب تضحك الناس عليها لا تسوي لا اذا ما تقدر لا تسوي يعني في اشياء انا اذا غلطت فيها ربعي يقول لي خلود مو حلو لا تسوي ما قاعد اسوي ممكن انت اغنيه همبرجر مو اغنيه هذه همبرجر ممكن انت قطيتها كفن كضحك وما شاء الله ضربت في ناس نفس الاغنيه اللي انت مطلعها بس هذا يعني من اغانيه المميزه تكون ان اغنيتي انا الحصريه مثلا همبرجرتي او بحبك فلان او بحبك مخرجكم ريفرس زين خلود بما ان انت همبرجرتي وهذا انا سمعت صراحه يقولون انك الحين قاعد تعيش قصه حب حاليا سجل الكلام هذا طالعني هذا اللي سمعناه نبي جواب زواج يعني لا ان شاء الله
ما لا ما ما جاوب هي هذا السؤال كرتبك جايب لك اياه وعلى الوتر الحساس لا لازم تجاوب ان شاء الله ان شاء الله يا رب